شو معناتها مصطلح قصر العضلة؟ كيف يعني عضلة بتقصر؟ السلام عليكم ورحمة الله، محمد عرعور معكم، وموضوع اليوم هو قصر العضلة. هلا كثير ناس سألتني، أنا ذكرتها كثير بفيديوهاتي، أنا بقول المشكلة دائما عنا لما العضلة بتقصر، فإجتني كثير أسئلة إنه كيف يعني عضلة بتقصر؟ بتصير أقصر يعني؟ اللي شاف الفيديو تبع خشونة الركبة، الرابط راح نحطه فوق، أنا ذكرت فيه بالتمرين الأول بالذات، ذكرت إن الواحد بتشطح أول شيء، وبيجي هذا اللي عم ساعده بحاول يرفع له إجره لفوق، وذكرت في الفيلم نفسه، في الفيديو نفسه أنا، إنه في ناس ممكن تطلع إجره مثلا الرجل معها تطلع للنص، في ممكن ناس أكثر وناس أقل، فالسؤال هو ليش في ناس أكثر وناس أقل؟ المفروض عن كل شخص، ما بهم طول رجليه، المفروض كل شخص يحسن يرفع اجره لعند المقعد، هذا طبيعي، هذا الانسان اللي بيحسن بيعمل هي المفروض يكون عنده مشكله بالركبه. ليش لكن في ناس اقصر، ناس ما بتحسن تطلع كل هالطلعه هي؟ لاني عضله الفخذ عندها قصيره. شو يعني قصيره؟ يعني الخاصيه الاهم للعضلات اللي هي المرونه تبعها ما ضلت موجوده، او ما ضلت موجوده بشكل سليم كامل، فبصير في قصر في العضله. اعطيكم مثال بسيط، اذا واحد مسك هون وزنه خفيفه بايده وعد مثلا 100 عده وحب يرجع ينزل ايده مره ثانيه، بلاقي الايد ما بتنزل للاخير، هيك بتضل هيك تقريبا، او هيك العضله تبع الزند الامامي صار فيها قصر بسيط من هالشد هذا اللي صار. فاي عضله عن طريق التشنج، ان كان تمرين او ان كان وضعيه، اذا اخذنا وضعيه، انا اذا واحد حط ايده هيك فتره طويله مثلا 7 ساعات كل يوم، الثاني يوم عملها مره ثانيه، والثالث يوم عملها مره ثانيه، واجى حب ينزل ايده لتحت بلاقي صعوبه، بحس كان الايد عم ترجع بتشد مره ثانيه لفوق، صار معناتها هي العضلة المفروض بتعطينا هالمجال كله لتحت صار فيها قصر. طبعا قصر هو مو بالمعنى الهندسي، يعني واحد قص العضلة، وإنما هي المرونة تبع العضلة المفروض تعطينا المجال كامل، خسرت هي خاصية المرونة منها وصارت أقصر شوي. وعلى فكرة هي القصر أو فقدان هالخاصية هي تبع المرونة هو سبب الكوارث كلها اللي عم تصير معنا. هذا الشيء شرحته بفيديو الانزلاق غضروفي، لما بصير طبعا في عضلات مثل هي عضلة الإيد مثلا، هي من حركة كتير بنروح فيها بكل الاتجاهات، قليل يكون فيها قصر، بس مثل عضلات الحوض مثلا، هي اذا صار فيها قصر معناتها شو معناتها صار فيها قصر؟ يعني انا ما بحسن اوقف هيك، صار الجسم يسحبني دائما لقدام، لان هي العضله ما ضل فيها خاصيه المرونه هي اللي تنشد لورا وتنشد لقدام مره ثانيه. فسبب كل كوارثنا هي قصر العضلات، وقصر العضله مثل ما قلت بيجي اياه من تمرين عم نعمله 6 ساعات 7 ساعات كل يوم، والتمرين مو ضروري دائما يكون تمرين نروح على الجيم نعمل تمرين. إذا عدنا 7 ساعات هذا بالنسبة للجسم يعتبر تمرين عم نعمله. تقصر العضلات المسؤولة عن أو اللي داخلة بموضوع الجلوس، يعني العضلات المسؤولة عن موضوع الجلوس بصير فيها قصر. فالنقطة هاي حبيت أشرحها تماما، يعني في حال أنا ذكرت بأي فيديو أو رح أذكر بالفترة الجاي قصر في عضلة معينة، معناتها هي العضلة خسرت خاصية المرونة تبعها، والتمارين اللي بنعملها نحن هي تمارين بترجع لها الخاصية هي، بترجع للعضلة مرنة بحيث تاخذ مجالها كامل، لان العضلات مصممه من رب العالمين بشكل انه لها مجال كامل. في حال كان كل شيء موجود وما فيها مشاكل قصر، فالمفروض ما يكون في وجع ابدا، وما يكون المفروض ما يصير في اي ضغط على اي مفصل في الجسم. فتماريننا هي تماما لتحل هالاشكال هذا. حبيت بس اوضح الصوره هاي.